انتخب مين، لا عارف ده ولا عارف دوت، اروح ادي صوتي ازاي كده؟ رحت اديت صوت الراجل كويس وشالوه، اروح ادي صوت لمين تاني؟ وقالوا عليه وحش اللي الناس كلها كرهته ده ابو دقن. انا واحد من الناس خدت حقي لما قعد الراجل دوت، كنت متزلم المكان ده في 97، رجعت في 2012. اه والله، لا والله العظيم يا ست، خدنا حقنا على وقت الراجل دوت. رحنا قابلنا هشام قنديل لما كان وزير الري، والراجل عرف حكايتنا ورجعنا مكاننا تاني. وعايز محمد مرسي كان هيخلي البلد تبقى نظيفه وجميله، بس للاسف طبعا يعني. فانا اروح انتخب ليه طالما ما فيش راي لاي حد؟ ورايي طبعا اللي فوق هو اللي بيمشي، ربنا هو المفوض، هو الموكل ربنا مش احنا.